ورحمة الله وبركاته. بيان وزارة الصحة اليوم في الكويت. أعلنت وزارة الصحة اليوم عن شفاء 538 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 96,049 من 1000 حالة. وقالت الوزارة لوكالة الأنباء الكويتية إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين. ربنا يشفي الجميع يا رب.